فيديو يوم سريع لكن الشخصيات كتير كتيرة. شباب الحرس الجمهوري، شباب الجوية، شباب الجيش العربي السوري، سياسية، أمن دولة، كل شيء تشكيل رديف شارك بعملية تحرير الأحياء الشمالية من الأحياء الشرقية، جزء الشمالي من الأحياء الشرقية. أبو حسون عندك المايك. الله، نحن هون هدول الشباب والأبطال اللي تحداهم الحيازني واللي تحداهم موسى العمر وفلان 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 إنه يتصوروا بقلب الأحياء الشرقية. هي شباب بنص الأحياء الشرقية وفطايس كثير الحمد لله رب العالمين. الشباب اختنت أسلحة وزخائر، الله يعطيهم العافية. هلا إذا أنتم ملاحظين نحن بأعلى نقطة ببستان الباشا، شايفين شو في ورانا؟ بحر من الأحياء. هي كلها كانت صارت تحت سيطرتنا، كانت مع المسلحين. الجبهة الشامية، لواء التوحيد وهلم جرة، هدول كلهم اللي هربوا. هلا شو عم ينادوا يا ابو حسني؟ بدنا نطلع بالباص الاخضر بعد ما خذلونا. بدنا نطلع بالباص الاخضر، بس الشباب هون مصممين انه المسلحين ما يطلعوا بالباص الاخضر. باص اخضر ما في حبيبي. يعني بالتراكس. بالتراكس الاصفر الا بالتراكس الاصفر. ماشي حبايب، اعطونا تحية يا شباب. ايوه. وهي تحية النصر، خاطركم، سلام.